بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقاع الدنيا. أهلا بحضراتكم وأهلا بجمهور الأهلي العظيم وحلقة جديدة من برنامج الترند. بالتأكيد النهاردة بنتكلم على ليلة مباراة القمة، قمة كأس مصر، نهائي كأس مصر ما بين الأهلي والزمالك. أحاديث كثيرة وأخبار عديدة وكواليس متعلقة بمعسكر خلا الفريقين وآخر التحضيرات حتى على المستوى الإداري والإجراءات التنظيمية لحضور الجماهير. كل التفاصيل دي بالتأكيد هتكون النهاردة معنا في برنامج الترند. كمان تم الإعلان عن الطاقم التحكيمي اللي هيدير هذه المباراة بالأمس من قبل اتحاد الكرة، وطاقم تحكيم بولندي، بالتأكيد ده طاقم تحكيم دولي على أعلى مستوى، خاصة حكم ساحة ليه باع طويل جدا في المباريات والأحداث في السنوات الأخيرة. حلقة فيها كواليس مهمة جدا، وهنتكلم عن كل الأمور المتعلقة بالنادي الأهلي واللي بالتأكيد الساحة الرياضية والسوشيال ميديا بتركز عليها وبتتكلم عليها خلال الساعات الأخيرة. لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم، وزي أنتم متعودين مننا كل حلقة بنطرح سؤال عشان الجمهور يشارك معنا. وسؤالنا النهاردة عايز أعرف مين هو اللاعب الذي تتوقع أن يتألق في مباراة الغد أمام الزمالك، وما هي توقعاتكم كمان لنتيجة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر غدا؟ شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من آراء حضراتكم، وعايز اعرف بقى اللاعب اللي انتم شايفينه ممكن يتألق بشكل كبير في هذه المباراه، خاصه ان مباراه القمه دايما بتبقى مباريات بتشهد ولاده نجوم جدد في السنوات الاخيره. مين اللي هيكون اللاعب صاحب او نصيب الحظ اللي الجمهور هيتوقع ان هو يتألق، وكمان النتيجه المتوقعه اللي ممكن تخرج بيها مباراه بكره؟ طيب بسرعه كمان نروح لاهم العناوين. في ترند الاهلي، الفريق يختتم استعداداته لنهائي كأس مصر. وكمان الشناوي وديانج ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعب داخل أفريقيا. وأخيرا فيتوريا، سأكون الداعم الأول لكل اللاعبين المصريين. بجري معاكم بسرعه كده في جدول او في يعني الحلقه، لان النهارده الحلقه بالتاكيد دسمه وفيها تفاصيل كثيره، لكن اخرج الى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونشوف فقره ترند الترند وابرز الكواليس والمعلومات والاخبار اللي معانا في فقره ترند الترند. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الترند. متعودين معانا دايما في الفقره دي بيبقى في اخبار مهمه جدا، وبعض الاوقات وأوقات كتير بيبقى عندنا أخبار وكواليس حصرية كمان ومعلومات مهمة جدا بنقولها من خلال شاشة قناة الأهلي عبر برنامج الترند لكل جمهورنا في كل مكان. لكن في خبر مهم جدا يمكن تصدر المشهد خلال الساعات الأخيرة، صدر من خلال الموقع الرسمي للنادي الأهلي، وهو الأهلي يحدد موقفه من القضايا المثارة على الساحة الرياضية. كلنا عارفين أن الساحة الرياضية خلال الفترة الأخيرة بيتم إثارة فيها قضايا رياضية مهمة جدا، وفي ملفات عديدة بيتم تداولها من قبل وسائل الإعلام، والنادي الأهلي بيبقى طرف فيها من خلال ما يتم ذكره من قبل وسائل الإعلام. لكن البعض لما بيتناول موقف النادي الأهلي وحقوقه ما بيتناولهاش بالشكل السليم أو بالشكل الصحيح، فبالتالي في أمور بتحتاج إلى توضيح. كل الأمور دي بالتأكيد بتستوجب أن احنا نحط النقاط فوق الحروف في هذه الموضوعات عشان تبقى الأمور لازم تبقى واضحة قدام الرأي العام. في نية لدى النادي خلال الفترة اللي جاية بإذن الله للتحدث والرد على كل هذه القضايا وكل هذه الملفات اللي بيتم تداولها من خلال وسائل الإعلام، ولم يتتم أو لم يتم مناقشتها بشكل صحيح أو سليم عندما يتم ذكر اسم النادي الأهلي فيها. هيكون في رد خلال الأيام القليلة المقبلة بخصوص كافة هذه القضايا وتحديد موقف النادي الأهلي منها وكل ما يخص النادي وملفاته الرياضية وقطاعاته المختلفة. بالتأكيد في تفاصيل، لكن لما النادي بقى يعلن كل ده كل الجماهير وكل الناس هتعرف الموقف الخاص بالنادي الأهلي في مثل هذه القضايا. دي جزئية مهمة جدا كان لازم أبدأ بيها هذا الخبر، لأن ده خبر كان متصدر المشهد خلال الساعات الأخيرة من خلال الموقع الرسمي والسوشيال ميديا، والجميع كان بيتحدث عن هذا الخبر الذي صدر منذ ساعات من خلال النادي الأهلي. طيب الجزئية الثانية، وعايز اتكلم على مباراة الاهلي والزمالك غدا في نهائي كأس مصر. طبعا الاهلي هو صاحب الملعب وصاحب المباراة لان هو الفريق A في نهائي كأس مصر، وبالتالي هيرتدي الزي الاساسي التيشيرت الاحمر والشورت الابيض. الفريق المنافس كما يختار بقى يرتدي
طقم ازرق، طقم اسود، ايا كان اللون اللي بيحب يختاره، لكن كل الامور دي تم الاتفاق عليها في الاجتماع والترتيبات اللي تمت بالامس في مقر اتحاد الكوره. انا امبارح طلعت واتكلمت في كذا رساله، وجهت رساله للعيبه واتكلمت على ان اللعيبه دي كان ليها دور كبير جدا في السنوات الاخيره وعملت انجازات طيبه جدا، ولازم كل لاعب يخلق لنفسه دوافع في هذه المباراه عشان يثبت ان هو فعلا جدير، انه كان بطل افريقيا في اخر نسختين، فاز على الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا، وقلت ان مباراه القمه مش محتاجه دوافع لا من الاداره ولا من الجمهور ولا من الجهاز الفني. مباراه زي دي بتبقى فرصه لاي لاعب انك تقدر يعني تمحي الصوره السلبية اللي كانت موجودة الفترة الأخيرة، وتحاول تستعيد ثقتك من تاني في الفترة اللي جاية. احنا اتعلمنا ده وشفناه في مباراة القمة عبر أجيال مختلفة. فبعض الأوقات ممكن تكون عندك نتائج سلبية، لكن بتستغل مثل هذه المباريات لإثبات إنك لاعب كبير، وإثبات إنك لاعب جدير بارتداء تيشرت الأهلي، وكمان فرصة إنك تجهد كل المحاولات اللي بتحاول تنال من اسمك وإمكانياتك وقدراتك وكل الأمور اللي أنا بتكلم فيها دي. فبالتالي مباراة القمة مش محتاجة دوافع كتيرة، اللاعب من نفسه لازم يبقى عارف أهمية هذه المباراة، وهي مباراة مش بثلاث نقاط. يعني مباراة القمة غدا أو مباراة نهائي كأس مصر غدا ما بين الأهلي والزمالك، دي مباراة على بطولة، وفكرة مباراة القمة في حد ذاتها هي بطولة حتى لو بثلاث نقط، لكن ما بالكم بقى إن هي بطولة ومباراة أمام المنافس التقليدي أو المنافس اللي دايما بيصارع معاك على الألقاب المحلية في السنوات الأخيرة. في فرق شاسع طبعا في عدد الألقاب، سواء في بطولة الدوري أو الكاس أو كأس السوبر أو حتى على المستوى الإفريقي، لكن هي مباراة بتحظى بشعبية وجماهيرية كبيرة، لأن أكتر فرقتين عندهم شعبية وجماهيرية في مصر وفي الوطن العربي هو جمهور الأهلي أو فريق الأهلي، ويليه بالتأكيد فريق نادي الزمالك. في المقابل الزمالك عامل نتائج على المستوى المحلي إيجابية في الفترة الأخيرة، فهنشوف بقى في مباراة القمة. أكيد كلنا عارفين إن الحالة النفسية والمعنوية حتى لو الزمالك عامل نتائج كبيرة، لكن مباراة القمة ما بيبقاش فيها الحسابات ديت، لا تخضع لأي حسابات أو أي تقديرات أو أرقام. حتى المباراة بتبقى 11 راجل في الملعب، لو الزمالك متفوق أوقات كتيرة جدا بيبقى الأهلي جاي من الخلف وبيعمل كامباك وبيقدر يكسب الزمالك، شفنا ده في مباريات كتيرة أقربهم حتى في بداية الألفية. الزمالك كان متصدر الدوري بشكل كبير جدا، وجي في مرحلة معينة الأهلي كسب الزمالك 6-1. في النهاية الإسماعيلي فاز بالدوري، كان منافس قوي جدا مع الأهلي، لكن في النهاية أو طول البطولة كان الزمالك متفوق وكان عدد نقاطه مع الإسماعيلي في مرحلة معينة أكتر من الأهلي، لكن قدر الأهلي يكسب الزمالك ويقرب من الإسماعيلي، لكن في نهاية هذا الموسم أو في الموسم ده الإسماعيلي فاز بالدوري. فبالتالي اللي أنا عايز أقوله للعيبة، اخلق دوافع واعمل مباراة كبيرة إن شاء الله، وربنا هيكرمك ويوفقك، وجمهور الأهلي هيكون موجود معاك في استاد القاهرة للمؤازرة والتشجيع والمساندة. رسالتي للجماهير، أكيد كلكم شفتوا الفترة الأخيرة لما بتحاول بتنتقد اللعيبة وبتحاول تصوب بعض الأخطاء اللي موجودة، في البعض بيحاول يركب الموجة وبيوجهك في اتجاهات مختلفة، لكن اوعى ثقتك بفرقتك أو بناديج تهتز للحظة واحدة. اوعى الثقة دي تهتز للحظة واحدة وانت بتصوب وانت بتنتقد، بتنتقد للصالح العام، لكن اوعى تلعب في الثوابت او في الركائز ان الفريق ده سيء او اللعيبة دي ليست على قدر المسؤولية او اللعيبة دي امكانياتها لا تسمح لها ان هي تلعب في الاهلي. لا، اللعيبة دي فازت قبل كده بنتائج مميزة على الزمالك وعلى الاسماعيلي وعلى بيراميدز وفي بطولات افريقية، مش محتاج اعيد التاريخ واقول اللي انا قلته امبارح، بس رسالتين دول كانوا مهمين ان اكد عليهم تاني النهارده، لان امبارح الحمد لله كان في رد فعل ايجابي سواء في رسالتي للعيبه او في رسالتي للجمهور، وده انا قريته امبارح من بعض الرسائل اللي جات لي من بعض الجماهير في صفحات السوشيال ميديا في الساعات الاخيره. طيب، وانا بتكلم على الاهلي والزمالك، بكره في حدث مهم جدا، جائزه الافضل، افضل لاعب وافضل مدرب وافضل نادي وافضل لاعب بيلعب في المسابقات الانديه الافريقيه، افضل لاعب داخل افريقيا، غدا ان شاء الله في حفل جوائز الكاف. هذا الحفل اللي كان تم تاجيله خلال السنتين اللي فاتوا بسبب طبعا ظروف الكورونا، وطبعا لو كان اتنظم السنتين اللي فاتوا كنت هتلاقي النادي الاهلي مكتسح في كل الجوائز، افضل مدرب وافضل نادي وافضل لاعب، وسبق للاهلي قبل كده كمان خد افضل جمهور، افضل جمهور في افريقيا كان جمهور النادي الاهلي في 2008، جائزه رسميه من الاتحاد الافريقي لم يسبق لها مثيل ولم يتم يعني تكريم او منح جائزه افضل جمهور لاي جمهور في افريقيا الا جمهور النادي الاهلي. لكن بكره وعلى
هامش او على هامش كاس افريقيا للسيدات. الاتحاد الافريقي بينظم جائزه الافضل في المغرب، ومن سوء الحظ كنا نتمنى طبعا ان يكون لعيبه الاهلي موجوده في الجائزه بكره في المغرب، لكن في نفس التوقيت عندهم مباراه نهائي كاس مصر. لكن طبعا هيكون ممثل النادي الاهلي في هذا الحفل المهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله نتمنى ان يكون في احدى الجوائز من نصيب النادي الاهلي. ولكن انا بتكلم على الجوائز وعلى مباراه القمه والحالة اللي البعض بيحاول يصور فيها إن اللعيبة وإمكانيات اللعيبة والمباراة والظروف اللي فيها الأهلي، والبعض بيحاول يقلل من إمكانيات لعيبة الأهلي، واللي إن شاء الله لعيبة الأهلي هترد ده عملي في مباراة بكرة، إن بكرة في كذا اسم من النادي الأهلي موجود في حفل الأفضل داخل الاتحاد الإفريقي. أفضل نادي النادي الأهلي، ومعاه منافسة مع الوداد ونهضة بركان، فرقتين من المغرب بينافسوا مع النادي الاهلي على افضل نادي في افريقيا. طيب واحنا بنتكلم على افضل لاعب داخل افريقيا اللي هي اللعيبه اللي بتلعب في مسابقات الانديه الافريقيه، عندنا اتنين لعيبه من كام؟ هل من خمسه؟ هل من سته؟ لا، ده اتنين من ثلاثه. يعني بطل افريقيا اللي هو الوداد عنده لاعب واحد بس اللي هو اشرف داري، والاهلي اللي هو الوصيف نتيجه الخساره في المباراه النهائيه وكلنا عارفين ظروف المباراه عنده اتنين لعيبه. مين هم؟ محمد الشناوي افضل حارس في افريقيا وفي مصر خلال اخر سنتين ثلاثه، واليو ديانج لاعب خط الوسط، وكان علي معلول داخل كمان في المرحله النهائيه من ضمن افضل خمسه بعد تصفيه الرقم من 30 ل 5، لكن من ضمن الثلاثه ما هو مش يعني اكيد يعني مش هيحط لك ديانج والشناوي ومعلول، فاكيد كان لازم ياخد لاعب كمان من الفريق اللي فاز بدوري ابطال افريقيا وخد اشرف داري. فبالتالي انت هنا في ثلاثه بيتنافسوا، منهم اثنين من لعيبه الاهلي اللي هيكونوا موجودين بكره في مباراه القمه امام الزمالك، الشناوي وديانج. هل في لعيبه من الفريق اللي منافس؟ لا. ليه؟ مش موجود في مباريات افريقيه، نتائجه سلبيه على المستوى الافريقي، حتى على المستوى الدولي اللعيبه دي اللي بتلعب في منتخباتها لم تحقق اي نتائج. لذلك حتى لما تبص على القائمه المختصره اللي كان فيها افضل لعيبه افريقيه اللي بينافس عليها محمد صلاح جائزه الافضل مع ساديو ماني ومع ادوارد ميندي حارس فريق السنغال او منتخب السنغال وحارس تشيلسي، القائمه دي كان فيها مين؟ كان فيها علي معلول وكان فيها اليو ديانج. يعني كمان علي معلول وديانج كانوا بينافسوا مين؟ ماني وصلاح وادوارد مندي ورياض محرز. هل شفنا لعيبه تانية من فرق تانية في الدوري المصري؟ لا. ليه؟ لان على المستوى الافريقي او على المستوى الاول ليفل 1 مفيش حد من دول الا لعيبه النادي الاهلي. فالرساله اللي عايز اوصلها للجمهور وفي نفس الوقت اللعيبه تعرفها، انت موجود ضمن جوائز الافضل في افريقيا مش السنه دي بس، انت كنت هتبقى موجود السنه اللي فاتت واللي قبلها لولا ظروف الكورونا، فخلي عندك ثقه في نفسك وتقدر تلعب مباراه بكره وتكسب وتعمل سكور كمان، بس تنزل وانت رافع راسك فوق وعندك ثقه وتركيز عشان تكسب ماتش القمه. طيب الجزئيه الثالثه، وانا بتكلم على طاقم تحكيم مباراه الاهلي والزمالك واللي تم الاعلان عنهم بالامس من قبل اتحاد الكره. المباراه هيديرها طاقم تحكيم بولندي، حكم ساحه، اثنين مساعدين، حكم رابع، وحكم تقنية فيديو ومساعد حكم فيديو، الطاقم كله من بولندا. المباراة هيديرها سيمون مارسينياك، ده الحكم الساحي اللي هيدير هذه المباراة. الحكم ده على فكرة يعني حكم مصنف، حكم في كأس العالم 2018 اللي كانت في الفترة السنوات السابقة، وهيدير أو مرشح أو تم اختياره لكأس العالم 2022 في قطر. على فكرة يمكن أدار مباراتين في نهائي كأس الملك في السعودية خلال السنوات الأخيرة. من الحكام اللي كانت عملت بروباجندا شويه في مباراه قطر والجزائر في نصف نهائي كاس فيفا للعرب اللي حسب فيها حوالي 20 دقيقه يعني وقت بدل ضايع، كان في توقف كتير بسبب الفار والحكم ده ادى 20 دقيقه وقت بدل ضايع. على فكره الراجل ده حكم نهائي السوبر الاوروبي ما بين الريال واتلتيكو مدريد واللي كان في 2018، حكم مباراه الريال وتوتنهام في 2017، حكم مباراه ايطاليا وانجلترا، قلت لكم ان هو حكم نهائي كاس بولندا كمان ثلاث مرات سابقه، كاس الملك في السعوديه الهلال والنصر 2020 والفيصلي والتعاون 2021، ادار هذه المباريات، كان مباراه النهائي دوري الابطال 2016 ادار مباراه ما بين بورتو وروما، وكان حكم في كاس العالم 2018 في فرنسا، وموجود كمان في قطر 2022. النقطه بس السلبيه اللي انا شفتها ودي ما حدش اتكلم عليها خالص وما اعتقدش ممكن يكون لها تاثير على المباراه، لان المباراه يعني زي ديت اهم حاجه في التحكيم حكم الساحه واداء الاثنين المساعدين والحكم الرئيسي اللي موجود على تقنيه الفيديو. لكن لو بنستعرض مثلا اسماء الاربع حكام لو جت معاكم على الشاشه تاني معلش،
حكم الساحه حكم دولي، حكم الساحه اللي هو سيمون مارسينياك ده حكم دولي من 2011، يعني بقاله 11 سنه في القائمه الدوليه. طيب الاثنين المساعدين كمان توماس وباول، الاثنين مساعدين حكام دوليين ورايحين كاس عالم ايضا، توماس دولي من 2011 وباول دولي من 2010. طب نروح للحكم الرابع اللي هو لوكاس، ده مش موجود في القائمه الدوليه. لوكاس الحكم الرابع البولندي مش موجود في القائمه الدوليه خالص. قدامكم هي القائمه الدوليه، ودي قائمه معتمده من الاتحاد الدولي فيفا لعام 2022. الحكم الرابع مش موجود في القائمه الدوليه نهائي. طيب نروح لحكم تقنيه الفيديو توماس موسيات، هو حكم دولي موجود في تقنيه الفيديو معتمد من 2022، معتمد السنه دي حكم تقنيه فيديو ومرشح بالتاكيد لاي مباراه دوليه من الفيفا او اليويفا ان هو يكون موجود في تقنيه الفيديو. لكن المساعد اللي معاه سيباستيان جارز بيك ده مش موجود في القائمه الدوليه نهائي. يعني الحكم الرابع وحكم مساعد الفيديو مش موجودين في القائمه الدوليه، وبالتالي هم مش حكام دوليين. مدى تاثيرها على المباراه يعني تاثير ضعيف جدا، لان الاهم هو حكم الساحه والمساعدين وحكم تقنيه الفيديو. دي كانت اهم الاخبار والكواليس اللي معانا في فقره ترند الترند. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نستكمل مع بعض باقي فقرات البرنامج. اهلا وحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي، وهنشوف المحتوى اللي كان موجود في السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيره بخصوص النادي الاهلي. نبدا مع بعض بحساب اليوم السابع والصفحه الرسميه لليوم السابع على الفيسبوك، نشروا ابرز غيابات الاهلي عن نهائي كاس مصر. نعد مع بعض بقى الاسماء: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، لويس ميكيسوني، محمود وحيد، اكرم توفيق، عمار حمدي للاصابه. كده ست لعيبه للاصابه، بينما لم يتحدد موقف بيرسيتاو ومحمد هاني من دخول قائمة المباراة أو استمرار غيابهما. 8 لعيبة غايبين عن الأهلي في نهائي كأس مصر أمام فريق نادي الزمالك. تعودنا على ده السنة دي، لكن إن شاء الله تقدر اللعيبة اللي موجودة تثبت الوجود ونقدر نكسب هذه المباراة وتبقى بطولة جديدة تضاف إلى سلسلة أو دولاب بطولات النادي الأهلي في مقر الجزيرة. طيب حساب الوطن الرياضي بيتكلم على نهائي كأس مصر، وعنوان بيقولوا فيه كناحية فنية يعني: سواريش مرعوب من ثلاثي الزمالك الخطير ويحذر مدافعي الاهلي. على عهدة الوطن، يعني هم شايفين ان في رعب، بس ما فيش حاجه في الكره اسمها رعب يعني، ايا كان حتى المنافس اللي قدامك، يعني حتى لو بتلعب قدام البرازيل. احنا مصر قبل كده لعبت البرازيل بافضل النجوم وكسبنا، لعبنا ايطاليا وكسبنا، يعني عملنا مباريات كبيره قبل كده قدام منتخبات عالميه كبيره. ففكره كلمه الرعب اللي بتتكتب في العناوين الصحفيه بالنسبه لمباراه الكوره ما بتبقاش منطقيه ولا اصلا ليها اي معنى او هدف، سوى ان هي بتبقى الهدف منها بس ان هو ياخد قرايه او متابعه او مشاهده بالنسبه لمتتبعي السوشيال ميديا. لكن هم بيتكلموا على مين الثلاثي؟ ثلاثي الزمالك على حسب وجهه نظرهم يعني اشرف بن شرقي، احمد سيد زيزو، وسيف الدين الجزيري. فبيتكلموا على 3 لعيبه ممكن يكونوا دول يعني بيسببوا قلق، لكن قبل كده الاهلي لعب قدام الزمالك بالثلاثة دول أو من غير الثلاثة دول ويقدر يكسب. المهم إنك وإنت بتفكر وبتحضر للماتش لازم تبقى عارف نقاط القوة والضعف للمنافس وبتلعب عليها عشان تقدر تكسب. هل بقى بيمثلوا صداع للجهاز الفني؟ هل سواريش هيعمل جلسات مع المدافعين عشان يقدر يقفل مفاتيح اللعب بالنسبة للثلاث لعيبة؟ كل دي أمور أكيد بتبقى منطقية ومش محتاجة حتى الناس تكتبها أو تقولها، لأن ده شغل الجهاز الفني بيحصل في أي مباراة ومع أي فرقة ومع أي جهاز فني. طيب نروح لحساب سبورت 360 مصريه، وبيتكلموا على الارقام التاريخيه، تاريخ الاهلي والزمالك في نهائيات كاس مصر. برايك من سيضيف لقب جديد الى خزنته يوم الخميس القادم اللي هو بكره؟ الاهلي لعب 52 نهائي كاس، الزمالك لعب 48 نهائي. انا قدامي على الشاشه 40. البطل الاهلي فاز 37 مره، الزمالك فاز 27 مره. الوصيف الاهلي فاز 15، او الاهلي كان وصيف في نهائي كاس مصر 15 مره، والزمالك كان وصيف في 13 مره، وبالتالي عدد مباريات النهائيات عشان كده الاهلي 52 والزمالك 40. طبعا ارقام الاهلي اعلى بكتير من ارقام الزمالك. دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه، والجزء اللي كنت بتكلم عليه في البدايه، افضل لاعب وافضل نادي وجوائز الكاف اللي هتكون بكره ان شاء الله في المغرب. الثلاثي المتنافس على حصد لقب افضل لاعب داخل افريقيا: اشرف داري، أليو ديانج، محمد الشناوي. طبعا المنافسة هتبقى صعبة والحفل في المغرب، وكلنا عارفين وداد هو بطل إفريقيا، لكن هنشوف التصويت والأرقام ممكن تكون في صالح مين. لكن طبعا الشناوي وديانج أنا شايفهم خارج إطار المنافسة مع أي لاعب أصلا داخل
المسابقات الإفريقية على مستوى الأندية. في نفس الإطار حساب الاتحاد الإفريقي اللي هو المتعلق بدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية بيتكلموا على إنها في أداء رائع قدم في مسابقات الأندية. ثلاث أندية مرشحة لحصد جائزة أفضل نادي في القارة. النادي الفائز سيكون طبعا ناديين من المغرب: نهضة بركان الفائز بكأس الكونفدرالية، الوداد الرياضي الفائز بدوري الأبطال، والنادي الأهلي المصري اللي بيشرف الكرة المصرية في السنوات الأخيرة على المستوى القاري أو حتى على المستوى الدولي. نتمنى أن يكون في حظوظ للأهلي، لكن برضو عارفين الفوز بالبطولة بيدي مساحة أكتر للفريق المنافس أن هو يكون فائز باللقب أو أفضل نادي. آخر حاجة معايا في ترند الأهلي حساب كورة بلس بيتكلم على بعض الأمور الجديدة في مسألة العروض اللي بتلقاها بدري بنون. قطر القطري سمعنا الفترة الأخيرة كان في عرض ليه وحصل أو ما حصلش اتفاق، لكن الكلام اللي موجود على حساب كورة بلس إن في عرض جديد من قطر القطري لضم بنون وفي رد من الأهلي. المصدر المطلع من خلال نادي قطر القطري هو اللي قال وكشف إن سيتم التحرك من خلال تقديم عرض جديد للحصول على خدمات المغربي بدري بنون، وسيكون العرض المالي أكبر من العرض السابق بعد الاختلاف حول بعض البنود المالية في المفاوضات السابقة واللي تسببت في تعثر إتمام الصفقة. وبسؤال مصدر مطلع بالنادي الأهلي كشف أنه حتى الآن لم يصل النادي أي عروض بشكل رسمي من جانب قطر القطري، وحال وصول العرض الجديد سيتم النظر في الموضوع. إذن في مصدر من هنا بيقول كلام وفي مصدر من هنا بيقول كلام عكس الكلام الأولاني، وبالتالي هي كلها اجتهادات صحفية إلى أن يعلن النادي الأهلي بشكل رسمي إذا كان في عرض رسمي أو إذا كان في أي موافقة على بيع أو إعارة أي لاعب في الفترة الأخيرة. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين معاكم باقي فقرات برنامج الترند. أهلا بحضراتكم من جديد. طبعا كلنا عارفين النهاردة كان في مؤتمر صحفي مهم جدا لتقديم المدير الفني البرتغالي ريا فيتوريا واللي هيقود منتخب مصر خلال الأربع سنوات المقبلة. كلام مهم جدا وتصريحات مهمة من ريا فيتوريا، نتابع في هذا التقرير. أولا ألف شكر للجميع، لكل الناس اللي هنا. طبعا جينا وصلنا. Obrigado a toda a comunicação social. أشكر por estar aqui كل الهيئات اللي موجودة هنا، التصوير. Para mim é prazer ver esta بالنسبة sala لي ده فخر كبير إن أنا أكون موجود com esta, هنا. Com esta dimensão e cheia مع الاجتماع الجميل المليان بالشباب. Meu primeiro dia. في أول يوم ليا. E podermos levar وطبعا احنا ممكن نمسك ونطلع بمصر لأحسن حاجة في العالم. هنتكلم بالراحة شوية علشان نقدر نفهم بعض. Para mim é uma honra e é privilégio estar aqui. بالنسبة لي ده حاجة جميلة جدا وان انا فخور ان انا موجود هنا. Agradeço o convite. بشكر طبعا e sou muito grato. ان انتوا قلتوا لي ان انا لازم اجي وانا مبسوط جدا دو سنيور ازم امان، ومبسوط جدا من كابتن حازم، ومبسوط ان انا اتعاملت مع حد كويس جدا زي كابتن حازم. نا فورما كومو ترانسميتيو از ايدياز يكم بالطريقه اللي قدر يوصل لي الطريقه والرساله. دمونستو كريا كي كناش فياسموس بركا، وقدر يوصف لي المشروع ان احنا نقدر نيجي هنا مصر. Estou muito grato por isso. أشكركم جدا على كده. E venho com uma enorme ambição, com a noção clara que estou à frente de país que adora futebol. وأكبر حاجة بالنسبة لي إن ده تحدي كبير جدا إن أنا هاجي لبلد بيحبوا جدا كرة القدم. Que respira futebol. بيتنفسوا كرة قدم. Milhões e milhões de pessoas que vão estar de olho em nós. ملايين ملايين من الناس اللي هيقدروا يدمع يعد يدعمونا. Mas como em todos os projetos onde eu entro. Mas طبعا زي كل البرامج اللي احنا بندخل فيها. Faço sempre com enorme paixão. في المشاريع دايما بنشتغل بكل ما احسن معنى. E com enorme profissionalismo. وبكل البروفيشناليتي وبكل الشفافية. Porque essa foi a imagem de marca desde que eu comecei a treinar. الإيمج بتاعتنا أو الصورة الكبيرة بتاعتنا، وهي ديت الماركة المسجلة بتاعتنا إحنا إزاي مش فقط إن إحنا ندرب. Tenha noção clara do que é que vamos ter nos próximos 4 anos. عندنا ميشن، عندنا طريق، الطريق دوت ظاهر إن إحنا لازم نوصل لحاجة كويسة. Desafios difíceis, mas muito aliciantes. تحديات صعبة مظبوط، بس كلهم نقدر نسهلهم.
aquilo que eu vos quero dizer para terminar esta primeira intervenção, واللي انا عايز اقوله في اخر كلمتي, é que eu vou ser a partir de hoje, já fui antes deste momento. اني هكون من النهارده ومن قبل كده. A partir de hoje, من النهارده, egípcio no meio de vós, مصري منكم, irei ser o primeiro que quer que venham todos atrás de mim. وهكون محتاج ان كل المصريين يكونوا ورايا. Tenho noção que para se conquistar alguma coisa na vida, انا عندي امل ان انا دايما لازم اوصل لنقطه في حياتي. Nunca trabalhamos sozinhos. ما فيش حد بيقدر يشتغل لوحده. E portanto, mais do que vir aqui, uma pessoa de fora. وطبعا كشخص من بره البلد يوصل لهنا. Eu serei um de vós. هكون واحد منكم. E aquilo que pretendemos é que todos juntos, وكل اللي انا بأمله ان احنا كلنا نكون ايد واحده علشان نوصل للنقطه اللي احنا دايما محتاجينها. مش todos juntos. بس كلنا دايما orgulho. لازم كلنا نكون مبسوطين, لازم كلنا نكون فخورين ان احنا مصريين, ان احنا بنمثل بلدنا بطريقه كويسه, بطريقه حلوه, بكواليتي كويسه. Porque é aquilo que eu acho que nós devemos fazer. لأن هو دوت اللي أنا أظن إن إحنا لازم كلنا إيد واحدة نعمل. Obrigado pela recepção. أشكركم جدا للريسبشن الجميل. Vamos ao trabalho, que é aquilo que agora interessa. ويلا بينا نشتغل علشان نعمل حاجة كويسة إن شاء الله. أهلا بحضراتكم من جديد, وتصريحات مهمة جدا من روي فيتوريا المدير الفني البرتغالي لمنتخبنا الوطني. طبعا في تفاصيل وفي موضوعات مهمة عايزين نتكلم بخصوص منتخبنا في المرحلة الجديدة مع جهاز فني جديد بيقوده روي فيتوريا في الأربع سنوات المقبلة. لذلك برحب على الهاتف بالزميل العزيز والناقد الرياضي الأستاذ محمد مراد, وبإذن الله منسق إعلامي لمنتخبنا الوطني, ويستكمل المسيرة بعد ما كان موجود في الجهاز الفني السابق بغيرة الكابتن إيهاب جلال. مراد برحب بيك وبسعد دايما بوجودك معايا على شاشة قناة الأهلي. حبيبي ابو حميد, كل سنه وانت طيب وبخير ودايما متالق, وببارك لك طبعا مسيرتك في قناه الاهلي. الله يخليك يا محمد. طبعا النهارده مؤتمر صحفي مهم جدا, وكل الشعب المصري كان مهتم يسمع روي فيتوريا. عايز اعرف انطباعاتك كمان كناقد رياضي والكلام المهم اللي اتقال روي فيتوريا وتقديمه للجهاز المعاون والخطه اللي هيشتغل عليها خلال الاربع سنوات القادمه ان شاء الله. يعني هو هبتدي باخر حاجه محمد, خطته. لا هو الراجل الحقيقه من بعد ما مضى مع الكابتن حازم امام في البرتغال من ايام بدا خلاص تجهيز للمنتخب, وبدا يعمل تقارير كده عن الكره المصريه وتقارير عن اللعيبه وتقارير عن ماتشات المنتخب من ثلاث سنين فاتوا, وتقارير طلب تقارير برضه عن منتخبات الشباب ومنتخبات الناشئين. فالراجل الحقيقه يعني حتى جاي انا بس يعني بنتكلم معاه امبارح, عنده معلومات عن الكره المصريه, عنده معلومات عن فرقه الكره الدوري المصري. بدا يدرس خلاص المجموعه اللي موجود فيها المنتخب في تصفيات امم افريقيا. فالراجل الحقيقه يعني مركز ومعاه, يعني احنا حتى قاعدين في المؤتمر جهاز المعاون بتاعه يعني جايب ترتيب المجموعات بتاع امم افريقيا المجموعه اللي احنا فيها, وقاعد بيتابع بعض الصور والفيديوهات الخاصه بالمباراه على هامش المؤتمر. فالحقيقه الناس يعني ان شاء الله انا يعني متفائل كتير فيهم, الراجل جاي مركز. وعلى طول محمد انت طبعا مانويل جوزيه الاسطوره الحياه البرتغاليه في الاهلي, واكثر من مدير فني برتغالي في الكره المصريه الحقيقه ليهم نجاحات. يعني البرتغاليين قريبين من الشعب أكيد. المصري اكيد قريبين قريبين من المصريين حتى في الطباعه. فالراجل الحقيقه امبارح يعني بيتعامل باسلوب كويس, مش نازل مش نرفز ولا اي حاجه, لا الناس بتتعامل باسلوب كويس, بتتكلم عن باسلوب كويس, فاهم بيتعامل مع مين, عارف حاجات عن مصر, عارف حاجات عن الكره المصريه برضه. يعني بيشكر الناس اللي كانوا موجودين مع كابتن حازم امام اللي انا هتفاوض معاه في البرتغال. فان شاء الله الواحد متفائل بيه ومتفائل بالناس اللي معاه, وهو راجل عنده يعني حتى في المؤتمر النهارده اتكلم على اكثر حاجه كان مركز عليها, قال لك انا خلاص من النهارده ماشي ومراقب يعني خلاص عرفت وبتابع اللعيبه المصريين كلهم. حتى بدا يتكلم ان هو تواصل مع بعض المحترفين, منهم طبعا محمد صلاح احد نجوم العالم الحقيقه الفتره الاخيره. قال لك خلاص يعني الراجل هيحضر بكره ماتش الاهلي والزمالك, وقال لك ده انا هبتدي عملي بكره خلاص رسمي. برضه يعني اتكلم ان هو يعني تحدث مع بعض المدربين البرتغاليين تحديدا في الجاده اللي كان احد الاسباب الرئيسيه في ان هو يبقى موجود في منتخب مصر. طبعا قال الكلام ان تدريب منتخب مصر تحدي كبير, وعارف ان الكره يعني الشعب المصري بيعشق كره القدم,
فالحقيقه الراجل يعني أكيد. ان شاء الله يبقى اضافه ومكسب محمد الفتره الجايه. طيب محمد، هل تم حسم المدرب المصري المساعد اللي هيكون في الجهاز ولا لسه؟ لا لسه، لغايه الان لسه هيبقى في اجتماع مجلس الاداره الاسبوع الجاي اكيد ما حسم. طيب مدير المنتخب كمان، يمكن احنا سمعنا اكتر من اسم في الساعات الاخيره، وفي ناس قالت لا المنصب اتلغى، لا المنصب موجود، هل في معلومات في الجزئيه دي؟ لا بص، هو يعني ما فيش حاجه رسميه بسبب يعني خاصه بموضوع مدير المنتخب، زي ما قلت لك يعني هيتم حسمه في الاجتماع القادم من مجلس الاداره، يعني الناس برضو اختلط عليها بعض الامور، يبقى في اسم من بره ده وارد، في ممكن يتم الاستعانه باحد اعضاء مجلس الاداره وتحديدا كابتن اعتقد كابتن محمد بركات، عنده خبره كبيره في منصب مدير المنتخب، كان سبق التواجد يعني كان موجود ايام كابتن حسام بدري، والحقيقه محمد بركات يعني بيحظى بحب واحترام الجميع. فممكن يكون مشرف مثلا، ممكن يكون مشرف. مشرف او مدير منتخب، يعني الحاجات دي كلها لسه الموضوع لم يتم حسم الصوره النهائيه، هيتم حسمه ان شاء الله الاسبوع الجاي مع المدرب المصري اللي هيبقى موجود في الجهاز، والجهاز الاداري بالكامل والجهاز الطبي بالكامل، وخلاص تم استقرار على استمرار الدكتور محمد ابو العيله في الجهاز الطبي، وبعض افراد يعني محمود سليم كمحلل. اكيد محمود من الناس الشاطره قوي. من الناس الشاطره. ممكن يتم الاستعانه برضه من الاسامي اللي ورده مع علي طه اللي كان موجود برضه مع الجهاز اكيد برضه السابق من الناس اللي شاطره، فكل الاسامي دي ورده كان هيتم حسمها في محمد مع مجلس الاداره القادم ان شاء الله. ماتشات شهر 9 هي هتبقى اول مرحله رسميه ليه، ممكن تكون رسميه او اجنده وديه على حسب، بس هو كده هيحضر لده من دلوقتي يا محمد. بص هو الحقيقه بدا يحضر واتكلم، وعنده ما يعني اتحاد الكوره يعني كابتن حازم تحديدا يعني معلومات كده ان ممكن ماتشين ملاوي يترحلوا، فبالتالي بيتم التجهيز من الان لماتشات وديه في حاله الغاء في حاله ترحيل ماتشين ملاوي في شهر 9 باذن الله. لكن لغايه دلوقتي ما فيش حاجه رسميه جت من الاتحاد الافريقي، فحتى اتحاد الكوره او بعتوا اكثر من مراسله او مخاطبه للاتحاد الافريقي عشان يتم حسم الماتشات دي، وان شاء الله يعني ايام وهيتم حسمها، ولو اترحلت هيبقى في ماتش او ماتشين وديين ان شاء الله في شهر 9 باذن الله. يعني الخطاب هيجي على اخر شهر 7 اول 8 قبل الجمعيه العموميه في تنزانيا، والكاف هيحسم ده خلال ال10 ايام القادمه. زميلنا محمد مراد الناقد الرياضي والمنسق الاعلامي كمان لمنتخبنا في المرحله اللي جايه، بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق لمنتخبنا يا رب والافراد الجهاز الفني بالكامل في الفتره القادمه. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نكمل مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد، والجزء الاخير من برنامج الترند، وقتنا بيجري معاكم بسرعه، لكن هشوف المشاركات والسؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه. توقعاتكم مين ممكن يتألق في مباراة القمة أمام الزمالك، والنتيجة المتوقعة من وجهة نظركم. أستاذ محمد مصطفى بيقول أتوقع إن شاء الله 1-3 للأهلي، وأتوقع اللاعب اللي هيتألق هو عبد القادر وشريف إن شاء الله، هو شايف 2 هيتألقوا، يا رب ال11 يكونوا على أعلى مستوى كمان. أستاذ خميس شرف بيقول ديانج، وإن شاء الله تعالى الفوز للأهلي. رأيي كمان معايا الأستاذ عمر عرابي بيقول النتيجة هتكون 3-1 للأهلي، احمد عبد القادر هيكون احسن لاعب. كده عندنا وجهتين نظر يعني او رايين ان احمد عبد القادر هيكون الافضل. استاذ فتحي عبد المنعم بيقول ان شاء الله علي معلول رقم 1 وكمان حسام حسن. كل ما الاراء تكون اكتر من لاعب كل ما يكون افضل، وده معناه ان في ثقه كبيره جدا من الجماهير في لاعبي النادي الاهلي. استاذ طارق ياسر بيقول النتيجه 0-2 للاهلي، واتوقع حسام حسن وعلي معلول باذن الله. يعني انا شايف في تركيز على علي معلول، في تركيز على احمد عبد القادر، حسام حسن، محمد شريف، يعني الناس بتتكلم على عناصر هجوميه ممكن تكون موفقه باذن الله في مباراه القمه امام فريق نادي الزمالك. المباراه دي زي ما قلت محتاجه تركيز شديد جدا، محتاجه جديه وروح عاليه جدا من اللعيبه، محتاجه ان انت تبقى نازل واثق من نفسك. لو بصينا للتاريخ مباراه القمه دايما وابدا العنصر النفسي او العامل النفسي والعامل المعنوي مهم جدا وانت نازل مباراه كبيره زي دي، وبالتالي ده اللي كان بيفرق دايما مع الاهلي خلال السنوات الاخيره، حتى لو نتائجك مش على قدر المستوى، حتى لو في حماس جماهيري للفريق المنافس اعلى منك الفتره الحاليه، لكن اتعودنا دايما من خلال التاريخ ومن خلال الارقام دايما الاهلي بينزل في المباراه دي بيبقى نازل نفسيا اعلى، والجزء الفني والشق الفني جوه الملعب بيقدر الاهلي يعمل نتيجه واحيانا سكور وبيطلع بمباراه كبيره. في الختام كلمة واحدة لجمهور النادي الأهلي، دعم فريقك، شجعه، واثقين أن جمهور النادي الأهلي هدفه الحفاظ على كيان واسم الفريق في الفترة اللي جاية ومساندة النادي واللاعبين بنسبة كبيرة، وإن شاء الله بإذن الله بكرة بعد صافرة النهاية وبعد صافرة الحكم البولندي
نفرح كلنا وتكون بطولة جديدة تضاف لسلسلة البطولات وبطولة للجيل العظيم ده، وإن شاء الله بإذن الله تكون فأل خير وبداية مبشرة خلال الفترة الجاية، لأن النتيجة دي كلنا شايفين هيكون لها تأثير على باقي مباريات الدوري العام. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.